من ذا الذي يفصلني عن حبك؟ من ذا الذي يبعدني عن دربك؟ السيف لا، أم شدة لا، أم خطر لا، لا حياة لا ممات لا بشر. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ابن الآب السماوي، يا من حسن في عينيك أن تكون ابن مريم البتول، فأقبل جبرائيل رئيس الملائكة مبشرة حاملا سلام الآب إلى المباركة بين النساء، أعدنا لاستقبال فرحك والابتهاج بك، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، والرجاء صالح لبني البشر. لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أرسل إلى الناصرة جبرائيل مبشرا، وإلى الإبن الذي حل في مريم فصار هو البشرى، وإلى الروح الذي قدس البتول وتمم السر العجيب الصالح، الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وكل أيام حياتنا من الآن وإلى الأبد. آمين. المجد لك أيها السامي، يا من شئت أن تسكن مع بني البشر، أنت القوة التي حلت في البتول الطاهرة فطهرت منها إلها متجسدا، لذلك نهتف اليوم قائلين: طوبى لك يا مريم، لأن ابن الله اختارك له أما. طوبى لك لأنك عتقت آدم أباك. طوبى لك لأنك مجد الشعوب وفخر الأجيال. والآن نسألك يا كلمة الله على عطر البخور، امنحنا برحمتك غفران الذنوب مواهب الروح. هب الرعايا أمانا والأديار سلاما، والكهنة وقارا والشمامس نقاء، والشيوخ جلالا والمرضى شفاء والأموات راحة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد. آمين. هللويا، ضيع صغيري من سي كان في صبي، الله معها وعطيها نعمي روحي. ندرت عمرة من أول عمرة تبقى عذرة، هالحلو العذرة زهرة زنبق من في عاشت بالفي، تنشر عطر الحنية عالإنسانية. هاليلويا عذراء أم الله. أيتها البتول الطاهرة التي عطرت العالم برائحة المسيح الطيبة، أنت الغمامة التي سكبت الندى على المسكونة، ابتهلي معنا إلى وحيدك ليتقبل بخورنا ويفيد علينا في ذكرى بشارتك نعمة سماوية، فنشكره وأباه وروحه القدوس من الآن وإلى الأبد. آمين. قديشات علوه قديشات، حيلتون قديشات لميوت، اترحم علي. قديشات علوه قديشات، حيلتون قديشات
الماضي ستلوم يطول اترحم علي قديسة طاله قديسة حيلتون قديسة لوم يطول اترحم علي أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد من الآن وإلى الأبد آمين في بشراك الوديعه يا كلمة الآب فاضت أفراح البيعة سر جمع الأحباب قد أرسلت جبرائيل يا كلمة الآب حاملا بشرى الإنجيل سر جمع الأحباب قد أجابته البكر إني أمات الرب مني لله الشكر إني طوع الحب فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا وبارك يا سيد المجد لرب بولس الرسول والتحل مرحم الله على القارئة وعلى هذه الجماعة المؤمنة من الآن وإلى الأبد أمين يا إخوتي كبشر أقول إن الوصية وإن كانت من إنسان إذا أقرت لا أحد يبطلها ولا يزيد عليها فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله وما قيلت ولأنساله كأنه لكثيرين بل ولنسلك كأنه لواحد وهو المسيح فأقول هذا إن وصية سبق الله فأقرها لا تلغيها شريعة جاءت بعد 430 سنة فتبطل الوعود وإذا كان الميراث من الشريعة فهو لم يعد من الوعد والحال أن الله بوعد أنعم بالميراث على إبراهيم إذن فلماذا الشريعة؟ إنها أضيفت بسبب المعاصي حتى مجيء النسل الذي جعل الوعد له وقد أعلنها ملائكة على يد وسيط هو موسى غير أن الواحد لا وسيط له والله واحد إذن فهل تكون الشريعة ضد وعود الله؟ حاشا فلو أعطيت شريعة قادرة أن تحيي لكان التبرير حقا بالشريعة ولكن الكتابة حبس الكل تحت الخطيئة لكيما بإيمان يسوع المسيح يعطى الوعد للذين يؤمنون والتسبيح لله دائما هاليلويا هاليلويا السلام عليك يا مملوءة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء هاليلويا 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 السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا ارحمنا يا رب قال لوقا البشير في الشهر السادس أي بعد بشارة زكريا أرسل الملاك جبرائيل من عند الله إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم ولما دخل الملاك إليها قال السلام عليك يا مملوءة النعمة الرب معك فاضطربت مريم لكلامه وأخذت تفكر ما عسى أن يكون هذا السلام فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله وها أنت تحملين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع وهو يكون عظيما
وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها إن إليصابات نسيبتك قد حملت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي تدعى عاقرة، لأنه ليس على الله أمر مستحيل. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف من عندها الملاك. حقا والأمان على جميعكم. خاطب الرب شعبه هللويا، وكلام الرب حكمة هللويا. إخوتي، 9 أشهر بالتحديد بيفصلونا عن عيد الميلاد يلي منعيده ب25 كانون الأول. لذلك اليوم ب25 أدار منعيد عيد البشارة يلي بهيدا العيد ببشرنا بميلاد المخلص. ولكن هاللوحة من إنجيل لوقا، إنجيل البشارة، بتخبرنا عن صبية عايشة الحجر بضيعة الناصرة. مطرح بهالوقت كان في أوضاع بتشبه أوضاع بلادنا وعالمنا اليوم. والصبية اسمها مريم عايشة بضيعة مثل ما نقول بالترتيلة منسية، ما حدا عارف فيها. ولكن مريم إجاها الرب من خلال الملاك وقال لها لمريم العذراء: أنا جاي لعندك بمبادرة، جاي بعرض. أنت اليوم بدك تحملي يلي هو حامل العالم ببطنك، وتحضني يلي حاضن المسكونة، وبنفس الوقت بدك تعتني بيلي بيعتني بكل إنسان خاصة الضعيف. قدام هالطرح وهالعرض يلي عملها الرب من خلال الملاك، مريم العذراء فكرت، خافت، لأنه مثل كل واحد منا هي إنسانة. قدام هذا الطرح مريم العذراء قالت نعم، وهالنعم فتحت صفحة جديدة بتاريخ المسكونة. ومع مريم هالنعم قادرة تساعدنا لكل واحد وحدة منا يلي قاعد ببيته بهالفترة تيتحمل مسؤولية صحته وصحة الآخرين. مريم بتقلنا هيدي فرصة كتير كبيرة لإلنا تحقيقة نقدر نخلي الرب يفتح مبادرة لإلنا ويجينا بمشروع. ولكن مريم كانت حاضرة بقعدتها بالبيت بعيد عن الضجة، بهالحجر، بهالضيعة، بهالبعد الاجتماعي. مريم كانت حاضرة تتسمع الرب يسوع المسيح، مش بس تسمعه ولكن تصغي، لأنه في فرق بين السمع والإصغاء. إصغاء أنا بلبي اللي عم بسمعه ولبت كلمة الله. مريم بنفس الوقت خافت مثل كل واحد منا اليوم، خايف ببيته، خايف على صحته، خايف على الكبار بالعمر، خايف على مستقبله قدام هالركود. ولكن قال الملاك: ما تخافي يا مريم. وقدام عدم خوفها قدرت جاوبت هيدا الجواب. نحن اليوم يمكن بهالوضع اللي عم نعيشه وبقلب الصوم المقدس فرصة لنا حتى حقيقة نشوف كيف نقول كلمة النعم، لمين من نقول كلمة النعم، لمين قلنا كلمة نعم ويمكن ما مش الحال، ما تحقق الخلاص، منا فرحانين، منا سعيدين. يمكن كل هالضمانات يلي عملناها بحياتنا أكانت ضمانات مالية أو اقتصادية أو سياسية، اكتشفنا قلنا نعم كتير لزعماء، قلنا كتير نعم لأنظمة، وإذ قدام هيدا الواقع كله برهن إنه هش، وتعرفنا على ضعفنا. بهالوقت يلي فيه عم نحدد الخسارة، يلي عم نضحي بعدة أمور، وبنفس الوقت كتر خربنا على روح التضامن. بهيدا الوقت يمكن نحن مدعوين تنسمع الله من خلال يمكن مش بس الملاك، من خلال اللي حوالينا، من خلال عودتنا لذاتنا، يمكن حملنا مشروع مثل ما حملها لمريم. ولكن لازم نحن وعم نكرم مريم يلي اليوم منكرمها منذ أجيال وإلى أبد الأبدين، نقتدي بمثالها. ونحن وعم نتأمل يلي هي
ست الإيمان هي اليوم نموذج الإيمان لأنه عرفت تقول كلمة النعم. نحن اليوم مدعوين حتى يكون عنا الشجاعة، شجاعة مريم، حتى نقدر نقول النعم للرب يلي طالب منا بهالفترة، يكون عنا الجرأة نودع العالم لأنه نحن مش بنهاية العالم، يكون عنا الجرأة نقول لا لأشياء اللي لنا نعم تنقدر نقول له نعم ونقدر نفوت. لأنه مين اللي بيأمن بحسب مريم؟ هو يلي بيصدق الله، هي صدقته بنفس الوقت يلي بيشتغل حسب مشيئة الله، لأنه هي غيرت مشروعها فاتت بمشروع آخر، وبنفس الوقت هي اللي فرحانة. بركة نحن وعم نعيد عيد البشارة يلي نحن اليوم بأمس الحاجة لخبرية حلوة، عم نتسابق تنلاقي شي خبرية عبر التواصل الاجتماعي أو بالأخبار تقدر تقلنا في دواء ما، في شغلة إيجابية، لأنه عايشين بأجواء صحيح فيها ضيقة وقلة وخوف وقلق، ولكن إذا تدينا بموقف مريم أي الإصغاء وعدم الخوف والتسليم، ونقدر نقول نعم لشغلة أساسية. والإنجيل بيقلنا مريم العذراء يلي قالت له نعم للرب يسوع فتحت أوتوستراد، طريق كتير كبيرة للبشرية. بركي كمان كل واحد وحدة منا يكون عنده الجرأة بهالفترة، هو عم يتخلى عن عدة إشياء يتحلى بصفاته تيتجلى الله من جديد، لأنه الله وعدنا بمستقبل أفضل. لذلك نحن اليوم نعم نعيد عيد البشارة، ونحن عم نعيد كل الأشخاص يلي حملين هالاسم بشارة. نحن كمان بنفس الوقت دعوة لكل واحد ووحدة منا أنه يسمع أي مبادرة من ربنا، أي عرض عرض لنا إيه، بركي منقول له كلمة النعم. ومريم يلي كانت أول بيت إربان حملته ليسوع بأحشائها، ما خلته لإلها، ولكن ظهرت من حجرة، ظهرت من ناصرة، وراحت هرولت وركضت. البابا فرانسيس بسميها سيدة السرعة، وراحت خدمت. وبنفس الوقت كانوا يسألوها لمريم، أنت يلي قلتي له نعم شو غير بالبشرية قدام هذا الواقع اللي عم نعمله؟ مريم غنتها وقالت تعظم نفس الرب، خبرتنا أنه وقت قالت نعم ربنا حقق عظائم كتيرة. أقله أنزل الملوك عن العروش ورفع المتواضعين، أشبع الجيعة خيرا والأغنياء صرفهم فارغين. نحن اليوم يمكن مدعوين مثل مريم نقول نعم للرب يسوع المسيح تنكون بنات وأبناء الرجاء، هيك يطلقوا على المسيحيين، أي عارفين أن الرب إذا نحن اتكلنا عليه وعرفنا أنه قلنا كتير نعم لغيره، نحن مدعوين له نعم لإله، نصدقه لإله، لأنه كل صدقناهن ما كانوا واضحين معنا، كانوا اليوم عم يبيعونا سمك بالبحر. بركي مع مريم العذراء نطلق نداء لكل واحد وحدة منا من حجره، مثل ما هي كانت بالناصرة وراحت أطلقتها لعندنا سبيتها إليصابات، بركي كل واحد منا بيستعد بهالفترة تينطلق انطلاقة جديدة ويحمل البشرة السعيدة، أي الرب المخلص جاي على كل واحد منا تيخلصنا من الوباء الصحي، وخاصة من الوباء الروحي يلي مسيطر على الأغلبية الساحقة منا اللي هو وباء الخوف. بركي منتشجع ونعترف بوضعنا خاصة بهذا الصوم، لأنه الرجاء المسيحي مش أنه أنا اليوم بس بدي يكون إيجابي وقول كل شيء منيح وكل شيء بيصير منيح، لا، أنا بدي أعترف بالشيء اللي صار، بدي أسمع للعرض يلي الله عم بيعطيني إياه، وقدام هذا العرض أنا بدي يكون عندي الشجاعة والقوة. لذلك ما نطلب من مريم العذراء يلي أبائنا وأجدادنا كانوا يقولوا لها في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، يقولوا لها حروب تملأ الأرض وأولاد بحاجة للتعليم، بحاجة للقمة، أنت اليوم عينينا. من ضمن صوتنا لكل أبائنا، من ضمن صوتنا لكل الأشخاص اليوم اللي عم بتضرعوا تهالمحنة تقصر، وربنا يعطينا أيام أجمل، ونحمل البشرة السعيدة مش بس لبيوتنا وعلمنا، ولكن لكل المسكونة، حتى نعظم مع مريم اسم ابن يسوع المسيح يلي بيعطينا دايما الرجاء والحياة. إله المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء
وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يوجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي أمين. أدعوك أبا أيها الآب أرفع يدي حمدا لاسمك سر وجودي في حبك لأنك أنت أبي. يا ربنا وإلهنا مصدر كل عطية نرفع لك مع هالقرابين كل مسعينا وخاصة بهالزمن زمن الصوم المبارك حتى كل أعمال التضامن عم نعملها كل أعمال الخير كل الأشياء اللي عم نعملها تنخفف أوجاع بعضنا البعض نسألك تقبلها حتى بشفاعة أمك سيدة البشارة جميع القديسين ترحم جميع نفوس موتانا يلي سبقونا إلى دار الخلود وهيك من مجدك من الآن وإلى الأبد أمين. حروب تملأ الأرض وضيق عنه لا نرضى غدونا كلنا مرضى وليس فينا سواك من يداوينا سواك المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد آمين. السلام لك يا مسبح الله السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك السلام لكم يا ميراث الروح القدوس طوبى للسعينا إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا لأنك للجميع الملجأ والمعين وإليك نرفع المجد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. يا رب أض بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا إنها لديك يا الله لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين إنه لا حق وواجب حقا إنه لا واجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين قدوس 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 أنت رب القوي
الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب هوشعنا في الأعالي وبيومو هودق ضمحا شودي لمعبد حي ساب اللحم بيداو قاضي صوته بارخ قادش وقصو يا بالتلميذاو كدمار ساب اشتاو مني كل خون خونو دني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقسي وما تهاب حصو يتحوبي والحياة دالعالم علمين آمين هو خانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخو قادش يا بالتلميذاو كادو مار سابشتاو مني كل خون هونو داني تاو موديل دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشهد وما تهاب حصو يتحوبي والحياة دا العالم علمين آمين وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبنائك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها روح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين فنكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية آمين يا ربنا وإلهنا بهالعيد عيد البشارة بدنا نصلي من أجل كل المسيحيين المنتشرين بأقطار المسكونة نصلي من أجل قديس البابا بتركنا كل الأسقف في الكهنة والرهبان والراهبات حتى يحملوا بشرى الرجاء إلى العالم
خاصة بهالظروف، ظروف الشدة والضيقة، ويعرفوا يشجعوا أبنائهم ويلتصقوا خاصة بالأشخاص يلي الأكثر ضعفا وفقرا. نسألك يا رب من أجل كل المسؤولين المدنيين حتى بهالفترة بالذات يتحدوا بربنا ويتقدوا بمريم، يقدروا يغيروا مشروعهم حسب إرادة ربنا تيقدروا حقيقة يأمنوا العدالة والسلام. منصلي بهالظروف من أجل كل إنسان عم بيحجر حاله بالبيت حتى يحمي حاله ويحمي الآخرين ويتحمل مسؤوليته، حتى بهالزمن يكون زمن تحول، نتعرف على بعضنا أكثر، نعيش بحبوحة العيلة ونعرف كيف مثل مريم ننفتح على عرض الله ونقول له نعم ونقول لأ لغيره. نسألك يا رب من أجل كل إنسان الآن مش شايف بقى مستقبل، خيفان على عائلته، خيفان على مستقبله، خيفان على رزقه، حتى يعرف إنه كل هالشي هو ذائل ولكن وحده اللي رح يبقى هو يسوع. نسألك من أجل كل المرضى وخاصة يلي وصلن هالفيروس الصغير وهالوباء صار كبير، حتى أنت اللي حبيت المرضى تشفيهم وتساعد كل يلي عم بيساعدون من طاقم طبي، وتساعدنا حتى نساعدهم تيقدروا يستمروا بهالرسالة. نسألك يا رب من أجل كل واحد حامل اسم بشارة أكان حي أو ميت، يقدروا الأحياء منهم يحملوا البشرة السعيدة إلى أقطار العالم ويغنوا مثل مريم عظائم الله، اللهم إذا قلنا نعم. نسألك ترحم جميع نفوس موتانا وخاصة ضحايا هالوباء، تعطيهم الراحة الأبدية، ولكل واحد وحدة منا الشجاعة والمسابرة حتى نطلق عالم جديد أكثر فرح أكثر حياة وفي صحة جسدية وعقلية وروحية. نسألك يا رب. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس من الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أعطني يا رب قلبك، هبني أن أختار حبك يا قلب يسوع إلهي، أرغب أن أتبعك. وجهك يا رب موطني، قلبك يا رب مسكني، هلم ووحدني بك واجعلني أحيا لأجلك. من بيتنا من حجرنا بركي بنوقف مع مريم يلي كانت بالناصرة بحجرة بمنزلة، تبيتنا يتحول مسكن لله ونصير بيوت لألو بعد ما هجرناه بالسنوات الفائتة. نرفع إيدينا مع مريم ومنصلي الصلاة اللي علمنا إياها ابنا، وبقوة روح الله روح اللي بيشجعنا حتى نسابر منردد الصلاة صلاة الأبناء. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. نعم يا رب نجينا من كل شر وخاصة شر الخوف والأحباط، ساعدنا حتى نشجع بعضنا تنقدر نتأكد أنه أنت معنا فمن علينا، وهيك من مجدك من الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب بيوتنا،
بارك يا رب علمنا وبارك لبناننا، بارك مستشفياتنا وبارك كل واحد منا بحاجة لبركة حتى تزيد البحبوحة الروحية ببيوتنا بأماكننا وتزيل هالوباء عنا. وهيك من مجدك مع مريم العذراء بالعظائم من الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس. تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أنا على بابك ليلا ونهار، صوتك يدعوني يا صديق الوديع، نعمتك تغمرني قلبك يجذبني، يدك تنشرني فليحيا حبك. خذ يا ربي واقبل مني كل ذاتي وافعل بها ما تشاء، هبني حبك هبني حبك، نعمتك وحدها تكفيني. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، من أجل جسدك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا، يا محبا للبشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محبا للبشر ارحمنا. كتر خيرك يا رب على أمك مريم العذراء يلي بتعلمنا كيف ننفتح على البشرة السعيدة وننقلها إلى أقطار العالم بزمن عم تشتد في الضيقة. كتر خيرك على كل واحد وحدة منا بهالزمن الصوم وبهالوباء والحجر القسري عم بيعتبروا فرصة تيتعرف على حاله أكتر، يعرف ضعفه وبنفس الوقت يكون حاضر لغيره. كتر خيرك لأنه بالرغم من كل شيء عم تخلق بيناتنا روح التضامن والتعاضد حتى ما يبقى إنسان بلا لقمة، ما يبقى شخص بحاجة لعناية ما يكون عم بيلاقيها. إلك الشكر على حضورك الدائم معنا، أنت اللي وحدك اللي بتبقى، أنت يلي بكلمة النعم لمريم دخلت إنسانيتنا وبتقلنا مثل ما قلتلها ما في شيء مستحيل عندك. إلك الشكر على كل عجيبة عم تعملها، وخاصة بعدك عم تزرع فينا مش بس الأمل والإيجابية ولكن الرجاء، أي نحن متكلين عليك وأنت أمين لقلنا. إلك الشكر مع أبيك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الذاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. ينعاد عليكم جميعا وخاصة يلي حاملين اسم بشارة.
نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء.